تعالوا يا خليني احكيكم على في السالفه. هاي السالفه هنا سفره عندنا باشكال مختلفه والوان مختلفه وكلش تفاصيلهم حلوه. اول بدايه خليني اشوفكم بنطلون الكلوات يتوفر عندنا بهذا الشكل. هو هنا الموضوع انه توفر عندنا بعده الوان واشكال ثانيه وتفصيلات مختلفه. بالنسبه لسعرهم سعرهم يكون 17 وربع، هذا قدامكم تشوفوا 17 وربع بكل القياسات. يتوفر عندنا باللون البنفسجي الفاتح واللون اللي أنا لابسته، وهنا عندنا باللون البيجي كلش خامته حلوة ومريحة بنفس الوقت، وهنا عندنا باللون الأسود وهذا اللون النيلي بهذا الشكل، وعندنا هنا خلينا نشوف هذا موديل ثاني بهذا الشكل وبهذا الديزاين. توفر عندنا بهذا اللون، وتوفر عندنا باللون الجوزي. دا اعرض لكم طرحة طرحة في سبيل تستفادون اكثر، هذا غير موديل. وعندنا هذا اللون الثاني، بهم اللي يكون عزل وبهم اللي يكون كيلوت. عندنا هذا باللون الاحمر، وعندنا باللون الازرق. اي موديل يعجبكم تقدرون تاخذوا له سكرين وتدزون اياه من خلال الدايركت، واكيد راح نجاوبكم باقرب وقت. هنا عندنا باللون البرتقالي.